بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم وأنا في حرمه الطاهر وبجوار بيته العظيم وفي هذه البقعة الشريفة الطاهرة المباركة ومع نزول هذه الأمطار المباركة في شهر رمضان المبارك لعام 1444 الهجرة النبوية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وأهلك ومن له حق عليك، وأن يسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحل عليكم رضوانه ومغفرته ورحمته فلا يسخط عليكم أبدا، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق أمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن يجعلك من أوفر عباده حظا ونصيبا وتوفيقا وسعادة، وأن يفتح لك أبواب الخير كلها، وأن يغلق عنك أبواب الشر كلها، وأن يحييك الحياة السعيدة الطيبة المباركة ومن تحب، وأن يشرح لك صدرك، وأن ييسر لك أمرك، وأن يرضيك وأن يرضى عنك، وأن يعطيك حتى يرضيك، وأن يهديك وأن يسهل الهدى لك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وجعلنا الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، اللهم أقمنا مما نحن فيه، اللهم أقمنا مما نحن فيه، اللهم أقمنا مما نحن فيه من هم وغم وحزن ونكد وضيق وتعسر حال وغلبة دين ومرض وبلاء، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء، واختم لنا شهر رمضان برضوانك واللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين ومن الفائزين وممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كل من شاهد هذا الفيديو أو سمع هذا الدعاء أو أمن عليه، اللهم اجعل له من هذه الدعوات أوفر الحظ والنصيب ومن يحب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمطار ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته.